معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب لقصر العيني جامعة القاهرة. هكلمكم النهاردة عن موضوع مهم جدا ومنتشر قوي، التهاب المفاصل والأبطال. زي ايه التهاب المفاصل والأبطال؟ طبعا يشمل اللي احنا هنتكلم عليه ده، هيشمل أي مفصل في الجسم يا جماعة، من أول مفصل الفك. هو الفك يا دكتورة رانيا ده مفصل، أيوه، ونبدأ نروح عند تخصصات مختلفة وعند أسنان، ومشكلة أصلا في الوجع في مفصل الفك. من ضمن الحاجات أحب أقول لكم عليها، كانت أختي بتكلمني بالصدفة بتقولي أنا بقالي كتير بلف ومش عارفة ومش لاقية حل وكده، قلت لها موجود عليك وعندي، وما شاء الله النتيجة كانت سريعة جدا، الموضوع بيخلص في من 3 لـ6 مرات. طبعا إذا جينا بدري الوقت بيطول إذا الإصابة مزمنة، تمام؟ بعد التهاب مفصل الفك، التهاب مفصل الفك قلنا وجع بيزيد خصوصا مع حركة الفك، فتح وقفل للفك بيزيد، بيبقى فيه تسميع في الأماكن دي كلها، ده التهاب مفصل الفك. في بعد كده عندنا حاجة اسمها التهاب السوبراسباينيتس تندون، ده وتر موجود في الكتف، من الحاجات المشهور فيها قوي الإصابة مع أي حركة في الكتف، خصوصا في اتجاه اللي هو اول 15 درجه من ان العيان يفتح دراعه، بيبقى الالتهابات بتاعته مبرحه. من ضمن الحاجات برضو اللي لازم اتكلم عليها في التهابات المفاصل والاوتار، التهاب الفروزن شولدر او الامبنجمنت سندروم. يعني ايه فروزن شولدر؟ من اسمه الكتف المتجمد، تيبس شديد في مفصل الكتف لدرجة ان هم سموه الكتف المتجمد. يجي العيان يفتح ايده مش راضية تتفتح، والام مبرحة، مشهور قوي في مرضى السكر طبعا، يجي يجيب ايده لقدام مش عارف، يجيب ايده لورا الام مبرحة، ده اسمه الكتف المتجمد. ننزل على مفصل الكوع، هيظهر لنا طبعا حاجة اسمها التنس البو والجولف البو، بيزيد طبعا مع حركة لما يجي يرفع ايده التنس البو، بيزيد الحركة، هي جاية سموه كده، هي جاية من حركة مضرب التنس. ده ممكن الناس اللي بيلعبوا تمارين بالذات يعني بيبقوا اوردر كده، لو ست بتعرفك تعمل مجهود في البيت نفس القصة، لو حد بيشتغل بس شغله بيستخدم آلات وتقيلة وبيستخدم معدات، من الناس اللي بيظهر معاهم التنس قلبه أو الجولف قلبه. وده من ضمن في عندنا طبعا في الرجل الوتر اللي بيبقى في القدم من ورا خالص اسمه التندو اكيلس. الوتر ده من الاوتار اللي مشهور فيها الالتهابات جدا، وطبعا نحط معاهم خشونه الركبه جوه التهاب المفاصل والاوتار. بنشتغل باجهزه بتزود الدوره الدمويه اللي رايحه للمفصل، بنشتغل بجهاز امريكي اللي هو الحقن الايوني او الايونتوفوريزس، بنحط ماده جوه الجهاز بتشيل الالتهاب بتاع المفاصل والاوتار اللي احنا اتكلمنا عليها. النتيجه بتاعتها سريعه جدا، احنا بنحتاج طبعا على حسب احنا بادئين في انهي مرحله، اللي جايين بدري هم 6 جلسات و3 مرات حقن بيبقى تمام، لو حد جاي بدري لسه الموضوع شكوى في الاول ممكن يبقوا 3 جلسات و3 حقنات، لو حد جاي بدري قوي لو جاي بعد شكوى بشويه بيبقى 6 جلسات و3 حقنات، ده المتعارف عليه. وساعات بنزود بقى على حسب لو العيان جاي في المرحله المزمنه. الحالة دي من الحالات اللي بنستخدم فيها اللي هو الايونتوفوريزس او الحقن الايوني، ده بيجيب نتائج هايلة. طبعا ساعات كل مفصل بيبقى له حاجة معينة، يعني مثلا اللي هو لو مفصل الكتف بيبقى فيه ساعتها، لو فيه اللي هو الكتف المتجمد بنحط مادة بتساعد في تكسير الالتصاقات اللي موجودة. لو التهاب اوتار من الحاجات اللي احنا شرحناها، بنحط مادة مضادة للالتهاب على حسب المشكله فين بالظبط في التهاب المفاصل والاوتار. لو هي مثلا خشونه في الركبه نحط ماده فيها جيلاتين، حاجه زي الجيلاتين كده تعمل ليونه في المفصل، على حسب الاصابه فين بنختار العلاج المظبوط اللي بنستخدمه. وبعدين بندخل على الاجهزه المضاده للالتهاب، الاجهزه اللي بتساعد في التئام الغضاريف والاوتار. عندنا مجموعه يعني جلسه في حدود 3 ساعات فيها اجهزه
بتساعد في الالتئام، فيها زي جهاز الليزر، زي جهاز الشوك ويف في بعض الحالات، زي لو حد بيعاني من الشوكه العظميه جهاز الشوك ويف بيبقى ممتاز فيها، مع الليزر، مع الموجات الصوتيه المتقطعه، مع اجهزه العلاج الضوئي، مفيده جدا جدا في التهابات المفاصل والاوتار باستخدام تقنيه معينه وضوء معين بيفيد جدا في التهاب المفاصل والاوتار. في جهاز اطاري عباره عن بيدي مجال كهرومغناطيسي، ده مهم جدا جدا في التهاب المفاصل لان هو بيساعد على التئام العظم، وليه دور رئيسي في عمليه الالتئام حتى لو كانت التئام كسور. متخيلين هو ليه دور كبير ازاي العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي؟ مش بس في التئام وتر، لا ده لو عظم كمان في كسر وفي صعوبه في الالتئام، لا بيجيب نتائج هايله جدا جدا جدا. تمنياتي ليكم كلكم بالشفاء العاجل وتوصلوا لاحسن يا رب النتائج. بشكركم من قلبي.